وافقت الحكومة الألمانية الأحد على خطة بقيمة 65 مليار يورو لمساعدة الأسر على مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة. وذكرت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتز أن التدابير الجديدة تشمل دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة، و 200 يورو تدفع للطلبة مرة واحدة لتغطية تكلفة التدفئة ضمن حزمة وصفها شولتز بالأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد. تؤخذ كل المخاوف على محمل الجد. أحزاب الائتلاف ناقشت في أجواء تتسم بالثقة والسرية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية كيفية مساعدة وتقديم الإغاثة للأشخاص والفئات الهشة. المحادثات المكثفة والبناءة داخل الحكومة الفيدرالية بين حزب الاشتراك الديمقراطي والخضر وحزب الحرية والعدالة خلصت إلى الاتفاق على حزمة جديدة من الإجراءات هي الأكبر على الإطلاق بقيمة 65 مليار يورو، تضاف إلى المبلغ المخصص للحزمتين السابقتين والمقدر ب95 مليار يورو.